السلام عليكم. انا بوجه كلامي بس للشعب المصري، المفروض ان هو طيب والمفروض ان هو عنده اصل والعفو عند المقدره. يعني الراجل لو عايز يهرب ما كان هرب، ولو كان عايز يقتل ما كان قتل، لكن قعد وقال هموت في مصر وعيش في مصر وهدفن في مصر، فحرام. فين يعني فين العطف وفين الاصل وفين الشهامه؟ يعني عيب قوي. يعني بقى احنا نقول زعماء العرب واحنا هنا ما بنعملوش حاجه؟ حرام عليهم. يعني حرام عليهم ليه؟ يعني عشان عنده 85 سنه وعمل ايه؟ يعني كلهم خدوا براء والا ده هو ده الوحش. حرام عليهم. يعني فين الاصل وفين الطيبه؟ بس يعني يا رب يحط في قلبهم كده الطيبه والرحمه. يعني بس اللي ماسكين البلد الاخوان المسلمين، هم عايزين يثبتوا نيتهم ان هم كويسين، وبيقولوا احنا مش بنشمت في مبارك. يورونا يعني عدم الشماته. ما في عفو صحه عمل لخيرة الشاطر، وفي عفو صحه عمل لايمن نور، اشمعنى ما فيش عفو صحه لمبارك؟ يعني الريس ليه ما ياخدش عفو صحي وهم ياخدوا عفو صحي؟ زي ما هم خدوا خيرة الشاطر، خدوا ايمن نور، خد هو برضه الرئيس مبارك ياخد برضه عفو صحي. بس شكرا.